يقصد بعبارة التراث الثقافي غير المادي الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات وما يرتبط فيها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية التي تعتبرها الأفراد جزء من تراثهم الثقافي. هذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيل عن جيل تبدعه الجماعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها. بنمي عندهم شعور الإحساس بالهوية والشعور بالاستمرارية وبيعزز من احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية. وإليكم أبرز الدول العربية يلي تسجلت على قائمة اليونسكو. أولاً سوريا، فقد استطاعت سوريا تقديم تراث حضاري يتمثل بالأزياء الشعبية السورية بالإضافة للعبة المنقلة. وثالثاً كان الصناعات والحرف اليدوية التقليدية وغيرها من الصناعات الدمشقية يلي تصنفت على قائمة التراث اللامادي. ثانياً لبنان، أضافت لبنان لقائمة اليونسكو فن الزجل كشعر مرتل بالإضافة للخط العربي وطريقة كتابته وممارسته. أما بالانتقال للأردن فسجلت حضور مميز على قائمة اليونسكو بعدة تقاليد وتراثيات، أولا المجال الثقافي لبدو البتراء ورم، حيث تحيي هي المجتمعات البدوية التي تقطن وادي رم والبتراء تحديدا ثقافة رعوية تقليدية ومهارات أخرى ترتبط بها، بالإضافة لأساطير البدو الحافلة بالأحداث والمغامرات. يليها تسجيل نخيل التمر، حيث ارتبط نخيل التمر بالسكان المحليين للمنطقة العربية لعدة قرون وكان بمثابة مصدر للعديد من الحرف والمهن والتقاليد الاجتماعية والثقافية وكشكل رئيسي من أشكال التغذية. يليها المنسف الأردني كوليمة تراثية مهمة تحمل معاني اجتماعية وثقافية. رابعاً فلسطين، اختارت اليونسكو الحكاية الفلسطينية لتكون من التراث اللامادي العريق بالإضافة لفن التطريز الفلسطيني الدقيق وما يتبعه من طقوس. بلاد الشام منطقة غنية بتقاليد وحضارات عريقة بيشهد لها التاريخ بالحضور القوي والأصالة.